اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسلامه. النهارده عامل لكم طريقه عمل البسبوسه المكرمله زي بتاعه المحلات بالظبط، طعمها اجمل بكتير من البسبوسه العاديه، وازاي تطلع مظبوطه معاكي. هعملها من غير بيكنج باودر ولا اي مواد رافعه، طعمها جميل بجد هتعجبكم. ممكن تستخدموها في حاجات كتير او لوحدها، بتبقى بجد طعمها روعه هتعجبكم. اول حاجه معايا كوبايه كبيره من السكر 200 جرام، وهنزل عليها بربع كوباية من المية ومعلقة كبيرة من عسل الكلوكوز، وكل ده على نار متوسطة. وهدمجهم مع بعض كويس، هي معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز وبس، وهدمجهم مع بعض لحد ما يدوا اللون الذهبي زي ما احنا شايفين. وغليت معانا، مش هنزل بأي مكونات تانية. بعد ما يوصل للقوام ده باللون الذهبي، طبعا احنا موطين النار على درجة متوسطة. بعد ما يدونا اللون الذهبي، هنزل بنص كوباية لبن 150 ملي عليها، يكون دافي هيفور بالشكل ده، ما تخافوش خالص. بعد كده هنزل بكوباية الا ربع من السمنة 170 جرام على اللبن، سهلة جدا. وبعد كده هطفي عليها في الحالة دي. وبعد كده هجيب نص كيلو من سميد البسبوسة 500 جرام. وبعد كده هنزل بالكراميل اللي انا عملته على السميد البسبوسه، نص كيلو من سميد البسبوسه 500 جرام. هنزل بالكميه كلها، مش هضيف حاجه تانية. شايفين شكله عامل ازاي؟ اللون بتاعه ذهبي، هو ده اللون المناسب. وهدمجهم كويس مع بعض لحد ما يدونا قوام متماسك، ودقيق السميد يتشرب الكراميل. جميله جدا، بتبقى طعمها جميل. هو ده شكلها، مش هنضيف اي مكونات تانية. كده بعد ما تمسكت، شايفين شكلها عامل ازاي؟ هو ده القوام المناسب. بعد كده هفردها في الصينية، هدهن الصينية زيت، صينية متوسطة ما تكونش كبيرة قوي. بعد كده هنزل بالبسبوسة في الصينية، هفردها كلها في الصينية، سهلة جدا، ما ضفت لهاش مواد رفعة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة، سهلة جدا وهتبقى مظبوطة معاكم وناجحة. بس انتوا اعملوا الخطوات بالظبط، الكراميل اللي يكون على نار هاديه علشان مش يتحرق ويبقى طعمه مر. لو عايزينها رفيعه زي ما انا عاملاها، اعملوها في صينيه كبيره زي دي، صينيه تكون مدوره. ولو عايزينها اعلى من كده، اعملوها في صينيه اصغر من دي. كده بعد ما فردتها، هضيف لها بندق من على الوش، ممكن اضيف لها اي مكسرات متوفره عندكم، سوداني او لوز او فستق اللي متوفر عندكم. ممكن نضيف لها جوز هند، بتديها طعم جميل. وبعد كده هدخلها الفرن على درجه حراره 180. بعد كده هعمل الشربات. اول حاجه هنزل بكوبايتين كبار من الميه 400 جرام، وبعد كده هنزل بكوبايه ونص من السكر 300 جرام، وهنزل عليها بنص ليمونه، وهدوبهم في بعض، وهشغل النار على درجه حراره متوسطه، وهدمجهم مع بعض لحد ما يدون القوام المناسب. ودي البسبوسه بعد ما خرجت من الفرن، شغلت عليها الشوايه وتأكدت ان هي استوت، كانت على درجة حرارة 180. وبعد كده هنزل بالشربات والبسبوسة سخنة، الشربات بارد والبسبوسة سخنة. طفيت على الشربات بعد ما اداني القوام المناسب وكان لونه ذهبي. بعد كده هتغطيها لمدة 4 ساعات لحد ما تشرب الشربات. هغطيها، البسبوسة سخنة والشربات كان بارد. وكده بعد ما عدى عليها 4 ساعات والشربات البسبوسه اتشربته، شايفين شكلها عامل ازاي؟ جميله جدا وطعمها اجمل بكتير، زي بتاعه المحلات بالظبط واجمل بكتير. البسبوسه بالكراميل جميله جدا، هقطعها لكم واوريها لكم من جوه. كده بعد ما قطعتها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ ولونها جميل جدا، تفتح النفس، طعمها بجد جميل، زي بتاعه المحلات بالظبط واجمل بكتير. مش هتشتروها من بره تاني، هتعمليها في البيت باقل تكلفه، وجميله جدا وسهله. وكده يكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتوصلوا الفيديو ده لاكبر عدد. تدخلوا على القناه وتشوفوا فيديوهاتي القديمه، هتعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.